كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح نحكي عن طريقة التغذية فترة التنشيف، كمية البروتين، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، وشو سبب تقليل الكربوهيدرات بفترة حرق الدهون. في شوية خطوات أساسية لازم تتبعها لحتى توصل لهدفك. أول خطوة وأهم خطوة تعرف رقم السعرات الحرارية المناسب لك. هذا الشيء طبعا هاي الأيام مو صعب، ممكن تحصل على هذا الرقم عن أي موقع على الانترنت، موقع موثوق أو أي تطبيق موثوق على الموبايل. بعد ما تعرف نسبة السعرات الحرارية المناسبة لك، بدك تعمل عجز عن هذا الرقم، تأكل أقل منه ب 500 إلى 800 سعرة حرارية باليوم حسب قدرتك على التحمل على الجوع أو حسب إذا أنت مستعجل بالوقت أو عندك وقت. طيب نجي لرقم البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية كم جرام باليوم. نحن عم نحكي طبعا كقيمة غذائية، لما قال لك كم جرام مو يعني كم جرام بالوزن، لا، كم جرام كقيمة غذائية، يعني 100 جرام صدور دجاج فيها ممكن مثلا 25 جرام بروتين، فنحن عم نحكي كقيمة غذائية. أنا بنصح يعني الناس متقدمين باللعب فترة التنشيف ياخذ 3 جرام لكل كيلو من جسمه. طبعا الدهون غير محسوبة، يعني إذا أنت وزنك 100 كيلو مثلا وعندك 20 كيلو دهون بتحسب 3 جرام على 80 كيلو، تمام؟ وإذا أنت متوسط باللعب 2.5 جرام لكل كيلو من جسمك كمان كافي. نسبة البروتين بفترة التنشيف لازم تكون عالية، لأنه في عجز بالسعرات الحرارية بجسمك، لما يأخذ طاقة فبيحاول يأمن طاقة من أي مصدر ووسيلة ممكن، فممكن يسحب يعني يكسر أحماض أمينية من العضلات ويحولها لطاقة، فلازم بروتين عالي. طيب نجي لموضوع الدهون الصحية. الدهون الصحية جدا مهمة فترة التنشيف. نحن ما عم نقول خد دهون صحية كتير، ولكن أضعف يعني أقل كمية ممكن تدخلها من 40 إلى 50 جرام باليوم حسب وزنك. لا تنزل عن هذا الرقم، لأن الدهون الصحية كتير مهمة لامتصاص القيمة الغذائية بالأكل، يعني مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين وحتى الكربوهيدرات. فالدهون الصحية كمان مهمة كتير لعمل هرمونات جسمك، فلا تنزل عن هذا الرقم من 40 إلى 50 جرام. نحن عم نحكي طبعا كقيمة غذائية باليوم. منجي لموضوع الكربوهيدرات. لما تحسب أنت حاج جسمك من البروتين والدهون الصحية بيطلع عندك رقم من السعرات الحرارية، فبيضل عندك رقم تاني من حاج جسمك اليومي، فإذا هذا هو الرقم اللي بتاخد فيه كربوهيدرات. رح أعطيك مثال سريع. إذا حاج جسمك من السعرات الحرارية باليوم 2400 سعرة حرارية مثلا، ونزلت أنت 600 سعرة حرارية تحت هذا الرقم، صفى عندك 1800 سعرة حرارية. أخذت على سبيل المثال 225 جرام بروتين باليوم، هدول فيهم تقريبا 900 سعرة حرارية، وعنا 50 جرام دهون صحية تقريبا فيهم 450 سعرة حرارية، فإذا صار عندك ما يقارب 1400 سعرة حرارية. شو ضل عندك لل 1800؟ ضل عندك 400 سعرة حرارية، هدول هن اللي بتاخد فيهم كربوهيدرات. ال 400 سعرة حرارية شو بيطلع لك فيهم كربوهيدرات؟ ال 200 جرام رز مسلوق فيهم تقريبا 50 جرام كربوهيدرات، هدول 200 سعرة حرارية. ومثلا 250 جرام بطاطا مسلوقة كمان 50 جرام كربوهيدرات، هدول 200 سعرة حرارية، صاروا 400، خلصوا الكربوهيدرات. هي إذا ما أكلت فواكه، فإذا دخلت حبة فواكه، حبة تفاح باليوم فيها 100 سعرة، ضل عندك 300 سعرة حرارية مثلا للرز والبطاطا، ضل عندك مثلا 150 جرام رز و 200 جرام بطاطا، هذا كل شيء عندك كربوهيدرات باليوم. فهذا هو السبب بتقليل كمية الكربوهيدرات، لأنه عندك رقم أساسي من البروتين لازم يدخل على جسمك، وعندك رقم مينيمم أقل كمية من الدهون الصحية جسمك بيحتاجها بشكل يومي لازم تدخلها، فطبيعي الرقم الكربوهيدرات. الأرقام اللي أنا حكيتها ممكن تختلف من شخص إلى آخر، لأنه كل واحد منا له جينات مختلفة وطبيعة جسم، معدل حرق، العمر بيلعب دور، ولكن أنا أعطيتك رقم متوسط حسابي. بالنسبة للسيدات كمان مشان ما ننساهم، نسبة البروتين المناسبة من جرام إلى جرام ونص لكل كيلو عضلات من جسمك، ونسبة الدهون لازم تكون أكثر شوي، تقريبا 60 إلى 70 جرام باليوم، والباقي من السعرات كربوهيدرات. في سؤال دائما بيجي، هل إذا أخذت أقل من حاجة جسمي اليومية من السعرات، بس أكلت أي شيء بدي إياه، شوكولاتة أو برجر أو بيتزا، هل رح أنحف؟ الجواب نعم رح تنحف، بس شكل جسمك ما رح يكون مظبوط،
رح يصير عندك ترهلات، رح تخسر عضلات، ما رح تبني عضلات، لأنه القيمة الغذائية من أكل كتير ضعيفة. واحد برجر مع بطاطا ومشروب غازي فيهم فوق 1500 سعرة حرارية، شو ضل عندك من السعرات؟ وشو القيمة الغذائية للأكل اللي أكلتها؟ ولا شيء، ما بتكفي حاجة جسمك، فلازم أكل صحي بالنهاية. أشوفكم الفيديو الجاي.